السلام عليكم خوتي اخواتاتي، بسم الله وتوكلنا على الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا بديت معكم صباحي وريتكم في الطيري، وغادي ندير معكم ان شاء الله واحد الكويرات على السريع ونشارك معكم واحد الكيكه. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. غادي نشارك معكم واحد الكويره ممتعه الحوت باش ما يمشيش سميتو على السريع. هنايا درت شويه مطيشه والكرافس والزيت، وهنا راني درت واحد شويه زيت باش ما يجيش يتلصق داك السردين. هنا السردين راه نقيتو وطحنتو كي تشوفوا. هنا غندير شويه الملحه، وهنا ندير شويه الملح. جاني السردين ما فيش الملح هذاك ما نقيتو، شويه البزار غندير هنايا. داكشي اللي غادي ندير هنا غادي نديرو هنا، شويه البزار وشويه الحميره هنا وهنا. السردين تيبغي شويه التحميره بزيد. انا مولفه طنطحن معايا الفلفل الحلوه، هنا ما طحنتهاش حيت ما غاديش تعطيني المذاق زوين مع الكرافس. هنا عندي الكمون، الكمون ما غاديش نديرها في الجميله في الطنجره، غادي نديرها غير في الحوت. صافي غندير هنا شويه الكمون، وعندي شويه شوفوا نسكافي فتحت ليا من الفوق من الطلاقه. هنا غندير شويه الثومه غبره، وراه غادي نقطع واحد هنا الثومه راه طحنتها مع السردين ديك الثومه العاديه، وغادي نزيد شويه هنايا. صافي، وغادي ندير شويه المعدنوس، ما عندي المعدنوس مقطع ونصيب. شوفوا هانتوما راه طيب، ملي نشفتو المعدنوس مزيان وقطعتو تيجي مفرتت ما تيجيش حجر. صافي هنايا غادي نرد هادي حتى تغلى، وغادي نحرك معكم السردين، وغادي نصايب الكويرات. الا كان السردين قليل ديروا معاه شويه ديال الروز. انا عندي هنايا ما بيش يعني اللي قدني ما غاديش ندير معاه الروز. صافي وغادي نردو يغلى ونطلقوا ان شاء الله. صافي هنايا بعد ما غلات لينا الطنجره غادي صافي السردين خلطتو. راني زدت كي تشوفوا شويه ديال الثومه، غتيجي هائل، تيجو الكويرات هاكم مع الكرفس تيجو زوينين. صافي غادي نبدا دابا ندير في الكويرات، ومن الفوق غادي نزيد عليه واحد فلفله حاره واحد طريفه الحامض، وصافي ونخليهم يطيبوا. يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الايام سرعة كاننا نرى سرعة الايام. صافي هنايا ها هما يا الطابو، انتم نتسناهم يتشربوا شويه. درت عليهم طريفه الحامض، ودرت واحد الوريقه ديال سيدنا موسى. راه الكويره تاع السردين تيبو شويه ديك الزويته زايده. صافي هذا هو الغدا، و ملي الفرن سخون صيفط البيتزا حيت كاين اللي ما كياكلش. درتها غير ديك البيتزا السائله، درتها نيت هذا في اسميتو ما شاركتهاش معاكم. هنا مشى ليا المقطع من نص الصوت. دابا هنايا هما كي كتشوفوا تيجوا خاطرين وعاقدين، راه جاو هائلين. نتمنى ان شاء الله تجربهم بهذه الطريقه. راه كلشي كي كنقولوا تيعرف يدير الكواري، ولكن ديما كنأكد على المبتدئين والمبتدئات، راه جو روعه روعه. هنايا غادي ندوز ندير معكم ان شاء الله جيت ندير معكم واحد الكيكه نديرها بحليبه الكوك ان شاء الله تجيكم زوينه الا جربتها بالحق بحليبه الكوك. فعلى المقادير عاديين. هنايا عندي ثلاثه البيضات، ها هما هي كي تشوفوا. عندي كاس ما كاملش تاع السنيده، الحلاوه ديما كنتحكموا فيها حنايا. عندي كاس تاع الزيت، حيت كان نص ماشي كاس تاع الزيت، نصف كاس تاع الزيت. كنعرفوا بان الحليب الكوك تيكون خاطر شويه. وهنايا عندي حليب ديال الكوك، هانتوما شفتوا كي داير، تيكون خاطر. اللي توفر ليه يديروه تيجي في الكيكه رائع. انا غادي نخلط هاد المقادير كاملين مزيان ونطلقى. الله نمضي يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى. صافي هنايا غادي نضيف لافاني، انا درت هنا ألزة الزهر اللي بغيت يدير اسمي في يديرو. وهنايا غادي ندير الطحين، ديما كنقولوا طحين حسب الخليط. تفكرت وحده هذيك النهار في موقع التواصل الاجتماعي قالت لك انا ما كنعرف حسب الخليط، انا كنعرف
عطوني المقادير مضبوطه. وراه الطحين بعض المرات كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. صافي غادي نخلط هذا، غادي نعاود نشارك معكم هاد الطحين مره اخرى. اللي بغاه الكيكه ها هو فرينه راه بيو 00، هذا الفورس بيو. سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق تمر بنا الأيام. صافي هنايا بعد ما درت الطحين ها نتوما يا غادي نزيدها هنايا في الاخر، غادي ندير هاد الخماره هادي فيها 15 غرام، تقدروا ديروا جوج خمارات هادوك ديال 7 غرام. نحرك شويه هنا صافي، وغادي نضيف واحد الجاد واحد ديال ها نتوما هي قل من ربع تاع الماء تاع كاس الماء غليه. صافي هنايا راني خلطتها، جربوها بهاد هاني الجمعه بهاد الحليب الكوك راه كتجي هائله. صافي غادي ندير هكا وغادي نديرها في الفران بارد. نخليو حتى حاجه حتى حاجه ما تطيح. صافي هنا غادي نديرها في الفران ونطلقها ان شاء الله نشوفوا الشكل النهائي. ها هي الكيكه طابت، ها نتوما كي جات راه كتجي خفيفه. غادي نتسناها دابا حين تسخون، يلا جبتها من الفران ها نتوما يا راه طلعات من داكشي. ها دابا نخليها حتى تبرد، غنزوقها شويه الكونفيتير والكوك وهذيك الساعه تبرد شويه ونقطعها معاك. صافي هي بعد ما بردات درت لها شويه تاع سميتو وزوقتها بشويه الكوك شويه الكونفيتير ها نتوما هي. معليش هانتوما كي تجي تجي فيها واحد المذاق هائل، خفيفة بحال الريجة. والمذاق الكوك تيجي فيها زوين خصوصا بالحليب الكوك تجي هائلة. نتمنى ان شاء الله تجربوها. ايوا هذا الشيء اللي كاين. درب التفاؤل عيش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا اعلى المنازل بالمصاعب لا تبالي اذ تحديت الليالي والى هام المعالي انت في ركب الاوائل كن على دار